وفقط نكتشف على الحقيقة ديالك، شنو هي المفاجأة اللي موجودة اليوم؟ بالنسبة للمفاجأة كاين واحد الارتيست معنا اليوم، واحد الكاست يكون معايا إن شاء الله. وبالنسبة للسؤال الأول ما عرفتش فرانشمون لا كما قلت لأن الغموض ديال سنور كيبقى اختيار شخصي لحماية أكيد الصورة ديالو بصفة عامة، ولكن الحمد لله الإبداع يتجاوز كل الحدود. إذا السؤال الثالث السلام عليكم، في البداية تبارك الله عليك. السؤال ديالي معك ماهر الجبالي، صحفية من جريدة بلادنا 24. السؤال هو كما تعرفوا أنه سنور في المسيرة الفنية ديالو هذا هو أول مهرجان غادي يطلع فيه سور سان، شو الإحساس ديالك وأنت غادي تشارك يعني كواحد النجم اللي هو عالمي شاب خالد؟ شنو الإحساس ديالك في أول طلوع ديالك في هاد لاسين هادي؟ شكرا. صافي بليزير صراحة. جيسبيغ كو داكشي غيدوز مزيان. نريد أن نأخذ السؤال الرابع والأخير. من بعض البرس مدينة الرباط عرفت مجموعة من المهرجانات، وللأسف لم تستمر هذه المهرجانات، يعني عرفت عدد من القطاعات. واش مهرجان ديال السهرات الكبرى يعني مؤمن بأنه ممكن يضمن استمرارية طبعا على الأقل واحد المدة طويلة؟ ثانيا هذا المهرجان ينظم بشراكة مع العديد من المؤسسات، هي مؤسسات كبيرة. بغينا نعرفوا المبلغ او البيدجي ديال هذا المهرجان وتفاصيله بشكل اكبر. اذا بالنسبه للسؤال الاول نعطي الكلمه لممثل وزاره الثقافه والشباب والتواصل، وقبل ما نعطي الكلمه اذا سنور شكرا جزيلا لك. شكرا بالنسبه للاعداد لكم. شكرا. اولا شكرا على الحضور ديالكم، وهذا الشيء طبعا كيفرحنا، وننتظر منكم هذه التغطيه الصحفيه ان شاء الله اللي غادي تكون مهمه للتظاهره ديالنا. غير باش نجاوب على السؤال اللي كيتعلق بالاستمراريه، وبكون مجموعه من المهرجانات اللي هي تنظمات في دورات اولى ومستمرات. بالنسبه للمهرجان ديالنا او التظاهره ديالنا ديال الرباط عاصمه الثقافه الافريقيه، هي تظاهره كتضم بحال اللي قلنا دائما حوالي 100 نشاط ثقافي من المهرجانات ولقاءات وتكوينات وديفورم، واللي بدات كي كتعرفوا في شهر جوان في ديبي جوان، ومازال مستمره الى غايه لو 30 مي، وكتشمل جميع انواع الانشطه والابداعات الفنيه، يعني تحتفي بكل مجالات الابداع. التظاهره اللي كتحظى بالرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، الانشطه اللي منظمه فيها هي ثلاثه الانواع ديال الانشطه، يمكننا نبوبوها ثلاثه ديال الابواب. هناك واحد الجانب اللي كيتعلق بمجموعه من الانشطه التي تم احداثها خصيصا بهذه المناسبه، وكاين عدد اخر اللي هي سميناها دي زيفينمون بان افريكان، واللي هي كننظموها يعني اللي غادي تنظم هذه السنه، لان الرباط هي اول مدينه عاصمه من عواصم الثقافه الافريقيه، وبالتالي غادي تستمر هذه العواصم ديال الثقافه الافريقيه. كل سنه او سنتين غيختاروا مدينه معينه في دوله من الدول الافريقيه. كاين 15 نشاط اللي هو غادي يتنظم هنا اول مره، وغيبقى يتنظم كل مره اشاك فوا، ولا في كل مره تكون واحد المدينه مختاره عاصمه الثقافه الافريقيه يتنظم فيها نفس هذه الانشطه، يعني كتعلق بالسيرك بالمسرح بغيرها. هذه تستمر، ولكن هتستمر باش نجاوبوا ديما على الاستمراريه، تستمر في دول اخرى وفي عواصم اخرى. كاين مجموعه من الانشطه والتظاهرات اللي كتنظم في الرباط سنويا، واللي سميناها حنا لابيليزي، او عطيناها لو لابيل ديال الرباط عاصمه الثقافه الافريقيه. كندعموها في بعض الاحيان، كنساهموا في التمويل ديالها، وبعض الاحيان الاخرى كتكون الجمعيه او الهيئه اللي كتنظمها يعني مكتفيه، ودخلناها نظرا كندخلوها معنا نظرا لاهميه النشاط اللي كديروا. دونك هذه هما هاد 100 تظاهره تقريبا اللي عندنا.
دونك باش نرجعوا للاستمراريه، المهرجان او لي كون كونسير دو رابا هو ايفينمون اللي منظم غير هذه السنه ان شاء الله. تحت الان ما كاينش التفكير يعني باش تكون دورات اخرى، منظمينه بالمناسبه ديال هذه السنه. ولكن حقيقه ملي نظمنا المهرجان اللي نضاف ليسبلاناد بورغريك ديال رابا فريكاسا من الفستيفال، وشفنا الاقبال الكبير اللي كان عليه لمده 10 ايام، خلانا كنفكروا كنقولوا لازم نختاروا واحد المجموعه من هاد التظاهرات وهاد المهرجانات اللي كنديروا وندافعوا عليهم باش يمكن يتنظموا في دورات اخرى ان شاء الله. دونك هذه هي الفكره، ولكن لحد الان هذا بالنسبه لنا المهرجان هو تظاهره ديال هاد السنه وفقط. وشكرا. طبيعة الحال سواء بالنسبة للبيدجي ديال هذا المهرجان أو المهرجانات الأخرى غادي نطرقوا لها التفاصيل كلها، وغادي نعطيو ماشي لحد الآن ماشي الآن، ولكن غادي نعطيو واحد النوع من البيلون فيه جميع الإحصائيات اللي كتعلق بالمهرجانات المنظمة أو مختلف التظاهرات الأخرى بما فيها بطبيعة الحال الشق المالي والميزانية المخصصة لهم. شكرا لكم. شكرا لحضور الكريم، بقوا معنا لدو صاحبي الثاني ديال الفنانه منال بن شليخه.